قضية اليوم تعتبر محلولة، نقدر نقول 95% منها محلول، بس 5% الباقي let's get into it. السلام عليكم، welcome back to my channel. عجبتكم صح؟ طيب مبدئيا المنظر ده اللي ورايا ما بقى احد يركز فيه، لانه او انتوا ركزتوا فيه خلاص، ففي شويه صيانه قاعده اسويها عشان ما حد يتساءل ليش المنظر كده صار ورايا. الشيء الثاني، قضيه اليوم من القضايا اللي تعتبر معروفه، مو مشهوره بس معروفه، وكنت اعرف عنها الشيء البسيط فقط، لما جيت بتكلم عنها لقيت انه في لها ابديت جدا مهم، ولسه حيكون في ابديت زياده قدام، فعشان كده قلت خليني اقول لكم هي. وهذا يعتبر أول فيديو في شهر أوغست، وشهر أوغست هو شهر ميلادي لو سمحتوا. بسبب دعمكم الحلو للناس اللي نعلن لقنواتها في القناة، فجايبت لكم اليوم قناة برضو للقصص والأشياء الغريبة، ريم من العراق، فممكن الجماهير من العراق الحبيبة يحبوا محتواها، ومو ممكن، أنا متأكدة إن شاء الله أكيد، لأنه برضو بتتكلم عن مواضيع مختلفة، أشياء غريبة وقضايا، وكمان بتتكلم عن حوادث صارت أول بأول، زي مثلا غواصة تيتان. في قصة شفتها عند أكثر من يوتيوبر أجنبي، بس ما دخلت صراحة وشفتها، لكن الثمنيل كان جدا ملفت، لقيتها هي متكلمة عنها، فهذه القصة أنا اخترت لكم هي عشان تشوفوها، ونشوف هل ريم حتسوي قصص أطول بشوية مستقبلا ولا لا. في موضوع جدا مهم بكلمكم، هو يخص الموضوع حق الفيديو الماضي، البنت اللي في الطيارة وما إلى ذلك، ضروري تفضلوا لآخر الفيديو. من حاب أطول عليكم خلينا ندخل في القصة. طيب عشان نفهم الشيء اللي صار مع العيلة دي لازم نرجع ليوم 4 فبراير من عام 2010، من هنا حتبدأ الأحداث عشان نعرف الشيء اللي صار معاهم. ولازم تعرفوا إن القصة دي أخذتها من 5 مصادر تكلمت بالتفصيل عن القصة، ولكن للأسف في معلومات في كل مصدر مختلفة عن الثاني، في أشياء انذكرت هنا ما انذكرت هنا، فأنا اللي سويته أني جمعت الخمسة كلهم، وهذا اللي حقول لكم هو اللي شفته في الخمسة مصادر. أول شيء خلونا نتعرف على أفراد العيلة الجميلة هذه. سمر الأم، وعندنا جوزيف وهو الأب، عندهم طفلين، واحد اسمه جياني عمره 4 سنين، وجوزيف جونيور وهو 3 سنين. معلومة على الماشي كده، لما تسمعوا أي اسم بعده كلمة جونيور اعرفوا إنه اسم الولد ده نفس اسم أبوه، كده معلومة على السريع. طيب في ده اليوم اللي هو يوم 4، سمر في الصباح كلمت أختها وكانوا بيسووا زي خطة عشان يتقابلوا وزي كده. بالنسبة لجوزيف كان بعد الظهر عنده اجتماع مع واحد من شركائه في العمل. سمر بتشتغل في أشياء تخص العقارات ومن العقارات، وجوزيف بيشتغل في شركة تخص النوافير الزجاجية، فالاثنين شغلهم مرة ممتاز، فعشان كده يعني عايشين عيشة ممتازة، يعني مو مرة أغنياء ولكن يعني عيشتهم كويسة. فاللي صار إنه جوزيف راح بعد الظهر للاجتماع اللي كان بينه وبين أحد شركائه زائد صديقه كمان المقرب اسمه تشيس ميريت، أنا حناديه ميريت، أوكي؟ ميريت هذا يعتبر واحد من شركاء جوزيف في الشغل. صار إنه جلسوا مع بعض 1.5 ساعة بين إنهم بيتغدوا وما بين إنهم بيتكلموا في الشغل، كان حديثهم عن الشغل إنه في مشاكل في الشغل، يعني واحدة من الصفقات فشلت ومدري إيش، وفي واحدة من الصفقات حيسويها جوزيف ناجحة، والصفقة دي كانت حتكون في السعودية، ففي عندهم مواضيع كتير يتكلموا فيها. خلصوا الغداء، خلصوا كل شيء هم الاثنين، وجوزيف راجع للبيت وميريت رايح بيته. على 4:15 كان في اتصال من بيت ماكستي، طبعا اسم العيلة ماكستي نسيت اقول لكم، فنقدر نقول مثلا سمر اتصلت في جوزيف تقول له فينك، ما انت جاي او شيء، ممكن. ما بين 5:00 و5:45 كان في رسائل بين سمر وبين جوزيف، نقول مثلا سمر كانت برا عشان كده بيتراسلوا. أما حوالي 6:00 كل ده في نفس اليوم اللي هو يوم 4، كان في اتصال جاي من ميريت لجوزيف، وكانوا برضو بيتكلموا يمكن عن أشياء الشغل. حوالي 7:47 مساء كاميرا المراقبة حقت الجيران رصدت إنه
في سيارة، وهي على الأغلب سيارة عائلة ميكستي، بتصف في المواقف. السيارة مو كلها بانت في التصوير، طبعا التصوير مو موجود على في النت حسب ما شفت في الخمسة مصادر ما حتطلعوا، لكن كان تصوير الجزء السفلي من السيارة. نقدر نخمن انه سمر دوبها رجعت مثلا من برا. وعلى الساعة 8:28 دقيقة مساء جوزيف اتصل في ميريت، بس ميريت ما دق لانه ميريت كان قاعد مع الجيرفريند حقته قاعدين يتفرجوا على فيلم، فقرر انه هو ما يرد، انه خلاص بعدين اخلص وادق على جوزيف. بعد هذه المكالمة تليفونات العيلة كلها ما عليها اي اكتيفيتي، اخر شيء الساعة 8:28 دقيقة، وانتهى اليوم على كده. هنا بدأت اللخبطة عندي في الخمسة مصادر، لأنه في مصدر ذكر شيء ما ذكر في باقي المصادر كلها، وفي مصادر يعني تواريخها متقاربة جدا بس مو مرتبة. فعشان كده اللي حقول لكم هو ممكن ما أقول تواريخ، بس حأعطيكم ترتيب الأشياء اللي صارت حسب الخمسة مصادر وحسب الأغلب. طبعا مرت يومين والعيلة ما حد عارف عنها شيء، لا بيردوا على اتصالات ولا بيردوا على جوالات ولا بيردوا على رسائل ولا أي شيء، وهذا الشيء أبدا مو من عوايدهم. إنه لو ما في أحد رد ممكن ما يرد لمدة ساعة ساعتين إذا مرة كان مشغول بعيد عن الجوال، لكن لمدة يومين ما حد يرد في مشكلة. أغلب المصادر قالت ميريت قلق على صاحبه وشايفه أنه مو راضي يرد أبدا، فقرر أنه يروح للبيت، منها يطمن عليه ومنها يبغى يسأله عن الصفقة اللي كان حيسويها وأنه إيش سويت فيها وإيش اللي صار. يقال أنه ميريت لما شاف المنظر كده دق الباب دق الباب دق الباب، ما حد بيرد، والواضح أنه ما في أحد جوا البيت، فقام مشي. مو بالعادة انهم ما يقولوا لأحد، فقالوا يمكن سافروا المرة دي سريع سريع وراجعين او ما حيطولوا، بس انه مو من عوايدهم ما يردوا على التليفون. فيوم 6 فبراير حسب واحد بس من المصادر اللي ذكر هذه المعلومة، مايكل اخو جوزيف راح عشان يطمن على جوزيف في منزل عائلة ميكستي. بيقول انه دق الجرس دق الجرس وفعلا ما في اي حركة في البيت، وكأنه ما في ولا احد في البيت. سيارتهم ما كانت مصفوفة برا، ممكن تكون جوا في الجراج بس الجراج مقفل. مايكل راح للفناء الخلفي عشان يشوف هل يمدي يدخل أو يشوف أي شيء في البيت مثلا يمكن ما هم منتبهين، فلاحظ أنه الكلبين حقين العيلة موجودين في الفناء الخلفي. دخل للفناء الخلفي وجرب أنه يفتح باب الفناء عشان يحاول يدخل البيت، باب الفناء مقفل بالمفتاح. فهنا استغرب من شيء أنه أكل الكلاب مليان، فاللي سواه هنا مايكل أنه أخذ الصحن حق الأكل والشرب حق الكلاب وداهم لمكان تاني في نفس الفناء. رجع تاني يوم مايكل عشان يطمن على الكلاب، للأسف برضو العيلة ما هي موجودة في البيت والكلاب لسه محبوسة برا، وهذه مو عوايد العيلة انها تسيب الكلاب برا، ومكان الأكل اتغير، معناته انه في احد بينتبه للكلاب دي. قام الأخ كتب ورقة، مين مكان اللي بيهتم في الكلاب أرجوك اتواصل معي على الرقم هذا، أنا أخو مالك البيت بس حابب أطمن على أخويا. حسب كلام مايكل إنه هو بيتم تغيير الأكل والشرب بس المكان مو نظيف، فإذا كده معناته مو العيلة، لأن العيلة أبدا ما حتسيب مكانها موسخ. اليوم اللي بعده فعلا جاء اتصال على جوال مايكل، كان مكتوب اسم وهو Animal Control، زي كده فرقة أو هذا يهتموا في الحيوانات. دقوا على مايكل وقالوا له إحنا اللي بنأكل الكلاب وبنشربهم، بس على فكرة ترى ما حد طلب مننا نسوي الشيء ده، إنه إحنا ما نعرف شيء عن ملاك المنزل، لكن جاتنا تقارير إنه الكلاب دي موجودة لحالها فأهتموا فيها، فإحنا شغلنا إننا بس نحط أكل وشرب للكلاب في حالة مثلا أهل البيت نسيوهم صار لهم حادث في مكان. الكلام ده زاد مستوى القلق أكتر لمايكل والأم مايكل، العيلة ما لها أي أثر في الفترة دي كلها. اتصلت أم جوزيف في الشرطة وقالت لهم نباكم تروحوا البيت تسووا تشيك لهم، طمنوا عليهم. الشرطة راحت دقت على الباب ما لقت أحد، رجعت وقالت بس الأهل ما في أي رد. الشيء ده ما ريح الأم ولا ريح ميريت ولا ريح الأخ ولا ريح عيلة سمر وميكستي كاملة أصلا. ميريت اتصل في مايكل قال له أسمع، الآن لازم نيجي نتقابل أنا وإنت في بيت أخوك، لازم نحاول نلاقي طريقة ندخل جوا البيت إلا ما نعرف إيش اللي صاير معاهم. مايكل فعلا جاء وحاول أنه يدخل لبيت
عائلة ماكستي. قدر يدخل من نافذة خلفية حسب ما قالوا كانت مفتوحة. لما دخل البيت نزل لين تحت وفتح الباب لمايكل عشان يدخل. لما تدخل البيت في البداية حتشوف انه البيت ما في اي اثار تكسير، ضرب، دم، طخ، مشاكل، عنف، ما في الاشياء دي. البيت مكركب بس كركبة يعني نقول نوعا ما طبيعية. فالشرطة ما لقت شيء انه يعني عليه ريد فلاج، بس لسبب ما في بعض الأشياء عليها علامة استفهام. بس أكتر حاجتين مشهورة في قصة عائلة ماكستي وهي تحت في غرفة المعيشة والمطبخ. مثلا من الأشياء اللي لقوها فوق الطاولة طقيتين حقت الأطفال، فوق الرخامة حقت المطبخ كان في أكياس من البقالة، أكياس الواضح عليها إنه كان بيتم تفريغها بس ما اكتمل التفريغ، يعني ما شالوا الأشياء اللي فيها لسه. كان في طبق بيض محطوط برا، البيض بتحط جوه في الثلاجة، اللي إذا كان برا الجو بارد يعني، بس إنه البيض بتحط في الثلاجة المفروض، أو تم استخدام البيض فالمفروض إنه هو يدخل الثلاجة. كان في تفاحة مقطومة محطوطة برضو فوق الرخامة، قهوة محطوطة. والشيء الثاني اللي برضو مشهور في قضية عائلة ماكستي الكنبة. الكنبة كان في فوقها زبديتين فيهم بوب كورن أو فشار، والزبديتين دي كانت حقة أطفال في الغرف اللي موجودة فوق. كانت بس أدراجهم كلها مفتوحة بس ما في شيء مسروق. لمحت الشرطة إنه في واحدة من الشنط حقة السفر كان جوا فيها مجموعة بسيطة من الملابس مطبقة، وجنبها زي ورق مناديل حق الحمام، وبس باقي البيت فوضى عادية بس فوضى طبيعية، يعني مثلا الغسيل لسه محطوط زي ما هو في السلة، يعني بيت ما أترتب. نظارة سمر الشمسية الطبية اللي هي ما تخرج مكان بدونها تقريبا فوق الرخامة حقت المطبخ. غير كده اللابتوب حق عائلة ماكستي موجود في البيت، والسيارة ما هي موجودة في البيت. الشرطة لما شافت المنظر ده قالت العائلة دي أكيد راحت لرحلة وراجعه. إيش رأيكم في الأشياء اللي لقوها في البيت؟ اكتبوا لي رأيكم تحت وهرجع لكم كمان شوية. لما الشرطة قالت لمايكل وميريت وكده، قالت لهم إنه ما تخافوا العيلة شكلها راحت إجازة، بس إنه يعني كانت إجازة بسيطة وحيرجعوا، عشان كده البيت مو بذاك الترتيب، أو إنه جاتهم إنه سفرية إنه مرة قريب من الوقت اللي هم فيه، هذا هو الحجز، فعشان كده سابوا كل شيء وخرجوا. ما في أي أدلة تدل على إنه صار لهم شيء، فإحنا اللي حنسويه إن إحنا حندور أول شيء على سيارتهم. هذا الكلام لما انقال العيلة ما دخل مزاجها ابدا. لو حيسافروا حيقولوا لعوائلهم انهم مسافرين. اوكي ممكن ما يبغوا يقولوا انه عادي احنا حنروح شويه ونرجع، بس اختفائهم نقول من يوم 5 لين يوم 4، قلت لكم كانوا موجودين بيتكلموا بيعملوا اختفائهم، لنقل من يوم 5 لين يوم 10 او 11 كمان، ما حد يعرف عنهم شيء. هذه ابدا مو اجازه بسيطه، هذه مره طويله. غير كده ما حيسيبوا كلابهم في البيت محبوسه، يا حياخذوا كلاب معاهم لو كانت الرحله بس كده بالسياره، او انه حيعطوهم للعيله. الشيء اللي قهر الناس اللي سمعت القضيه دي هو ان الشرطه قالت ما في شيء، البيت ما يعتبر كرايم سين ولا يعتبر اي شيء، فالعيله ممكن راحت اجازه ورجعت. على ذا الكلام مايكل أخذ اللابتوب حق أخوه طيب اللي موجود في البيت عشان يبي يشوف أخوه آخر شيء بحث عنه إيش، والأم قالت بدام الأشياء دي محطوطة كده فوق المطبخ والأكل وكده قامت نظفت البيت. دقيقة، عارف إيش هتقولوا، ليش سوت، ليش عملت؟ لا تنسوا إنه الشرطة قالت البيت ما في شيء، ما يعتبر فيه شيء غلط أو هذا، فراحت وعادي. الشرطة ما حطت إنه هذا يعتبر كرايم سين، ما حد يلمس، ما حد يدخل، ما حد يسوي، الشرطة ما قالت، فعشان كده الأهل قالوا خلاص الموضوع عادي. الأم ما حيجي في بالها والله إنه هم صار لهم شيء، فقالت بدام الأكل محطوط كده خربان والتفاحة ومدري إيش، نظفت عشان حتى لو جو يكون البيت نظيف. وكويس إنهم أخذوا اللابتوب، لأنه مايكل لما دخل على لابتوب أخوه عرف أخوه آخر شيء بحث عنه، وهو إيش الوثائق اللي أحتاجها أنا أو للأطفال للدخول للمكسيك، وكيفية تعلم اللغة الإسبانية. معقول حيكون رايح المكسيك وما قال لنا؟ في حدود بينهم وبين المكسيك، فعشان كده يعني مو هرجة كبيرة انه عادي يمديهم يروحوا. والصدفة انه قدرت الشرطة انها ترصد مكان سيارة العيلة، وحذروا مكان سيارة العيلة فين. اول شيء لقوا السيارة محجوزة، تم حجزها. سيارة العيلة كانت مصفوفة في مواقف احد المولات اللي يبعد ساعة
عن الحدود المكسيكية. الكلام ده يطابق الكلام اللي لقاه مايكل في البحث. لكن لما قدرت الشرطة ان هي يعني تبحث اكتر، لقت انه في يوم 8 من شهر نوفمبر هذه السيارة حقت العيلة انصفت في المواقف دي ما بين الساعة 5 للساعة 7، وبعدها تم سحبها. طبعا تم سحبها وحجزها، فبرضو ما تم ذكر ليش تم سحبها وحجزها. هل كانت مصفوفة غلط، ولا هو ما ينفع الواحد يصف أكثر من كده، ولا عرفوا ان العيلة دي، ما اعرف. بس مهم تم سحبها وحجزها. سيبوكم من هرجة ان انحجزت، تركزولي على انه يوم 8 السيارة دخلت للمواقف وانصفت بين الساعة 5 والساعة 7، والعيلة تعتبر مختفية. لنقل من يوم 5 العيلة مختفية، من يوم 5 ليوم 8 ما ردوا على أي اتصالات، ما ردوا على أي مسجات، فين كانوا ده كله؟ فتشوا تفتيش كده بسيط للسيارة، لقوا أنه بس في وراء مجموعة ألعاب للأطفال وكان عليها غطاء بس، ما في أي شيء تاني. فالشرطة قالت أوكي، دام هذه السيارة كانت هنا قريب الحدود المكسيك، فخلونا نشوف حدود المكسيك كاميرات المراقبة حقتها إيش حتورينا. وكاميرا المراقبة رصدت هذا الفيديو. اللي انتوا شايفينهم اربع اشخاص يطابقوا مواصفات عائلة ميكستي. فالشرطة لما كلمت العيلة، العيلتين يعني، قالت لهم شفتوا اهو راحوا المكسيك، انه خلاص ما فيهم شيء، ما تخافوا. على بالكم الكلام ده دخل مزاج العوائل؟ لا طبعا. اول شيء قالوا لهم الصورة ما هي باينة، ثاني شيء الناس دي باينة من ورا، ما حد شايف وجههم من قدام. بعدين اخت سمر قالت معلومة ما شفتها انذكرت في اي مكان الا مكان واحد، وهو انه الباسبورت حق سمر منتهي، كيف يمديها تسافر؟ وغير كده ميريت والام قالوا اللي قاعد يمشي ده مرة مو نفس مشية جوزيف ابدا، فممكن اربع اشخاص دول يكونوا اي عيله. بس الشرطه قالت لا، دول هم، يمكن انتوا بس خايفين عليهم بزياده لانهم ما بلغوكم. طبعا بعد كده القضيه صارت مع الاف بي اي عشان انه الاف بي اي تبدا تدور على العيله في المكسيك، وفعلا تم طباعه منشورات باسامي العيله وصورهم انه هل شفتوهم ولا لا. والعجيب انه في ناس قالت اوه شفنا ناس تشبههم وكده يعني، بس انه في النهايه ما لقوهم، ما حد عارفهم فين. والشيء الغريب العيله دي من يوم ما اختفت ما عملوا اي سحب فلوس، ما دخلوا على حساباتهم، جوالاتهم ماتت خلاص، ما تستقبل اي شيء. العيله حرفيا اختفت، والمنظر حق البيت باين انه العيله دي خرجت من البيت فجاه، او انه في شيء فجاه قطعهم. الجدير بالذكر انه يوم 19 من شهر نوفمبر جاء 3 ضباط من قسم الجرائم والاشياء الجنائيه وشخص من السي اس اي. لما جو يدخلوا البيت لقوا انه البيت نظيف، قالوا بس كل الادله راحت، حرفيا ما لهم اي داعي. في شيء انا ما قلت لكم، هو اول مره لما جو ميريت ومايكل وجابوا الشرطه كان في علب بويا وفي جرايد وفي مدري ايش، وكان في ريحه بويا في البيت، وهم اصلا كانوا فعلا يبغوا يظبطوا البيت، فكان في عده محطوطه في الجم. بعد ما تنظف البيت الجرايد والاشياء دي كلها انشالت. قضيه العيله دي فضلت كده مجهوله، ما حد يعرف عنها ولا شيء، وعشان كده بدأت تطلع نظريات. أول نظرية قالوا بس سمر قتلت زوجها، أخذت عيالها وهربت. ليش طلعتوا الكلام ده عن سمر؟ إيش معنى سمر؟ في كاتب كتب عن العيلة دي في كتاب وقال أو يزعم إنه سمر ممكن كان في مشاكل بينها وبين زوجها، وهذا الشيء اللي أدى لأنه يصير بينهم كده، وإنه كمان قبل لا يختفوا العيلة كان جوزيف يعاني من مرض غريب إنه بس يدوخ ويتعب، فيقال إنه سمر سممته. العيلة لما سمعت الكلام ده قالت المرض اللي كان فيه جوزيف ما له أي دخل في سمر، غير كده يمكن سمر كمان كانت عصبية بزيادة، مهم حطوها في سمر. شخص واحد بس اللي أيد الكلام ده، ولنقل إنه الشخص ده كمان عمل كتاب وكتب في نفس الكلام. ما أدري مين اللي بدأ أول، هل هذا الشخص ولا الكاتب اللي تكلمت عنه، بس المشهور إنه في هذا الشخص في كتابه أن ذكرت دي المعلومة، والشخص ده هو ميريت. بالحديث عن ميريت
خليني أقول لكم النظرية الثانية. زي ما قلت لكم، ميريت واحد من شركاء جوزيف. ميريت كان عليه أكثر العلامات الحمراء، مو لأنه هو آخر شخص يعتبر شاف جوزيف، ولا أنه أول شخص اكتشف أنه العيلة مختفية، لا، هذا ممكن يكون شيء عادي، لأنه ميريت عنده مشاكل مالية، ودائما ميريت عنده مشكلة أنه بيتسلف من جوزيف، عشان من النوع اللي يلعب قمار كثير، فيجلس يخسر يخسر، فعليه ديون كثيرة، فيجي لجوزيف فقاله ممكن يكون هو جوزيف اتضاربه ولا شيء زي كده بعد ما سلفه، أو يمكن جوزيف قال له لا ما حسلفك تاني مرة، رجع لي فلوس اللي أعطتك هي، بس ما في دليل طبعا، فكان ده مجرد نظرية. بعد أسابيع قليلة من اختفاء العيلة دي، لما كانوا بيستجيبوا الكل، أخذوا ميريت وعملوا له اختبار تحديد الكذب، وميريت لما خلص طلع وقال للكل انه اختباري مشي كويس، بس في الحقيقة لا، نتيجة اختباره كانت غير محسوم. اول ريد فلاك طلع انه بتكلم عن جوزيف في الماضي، انه جوزيف كان صاحبي، كان كويس، كان مدري ليه بتقول كان. شوفتي بصراحة، يعني انا احيانا ما اخذ بالي واتكلم زي كده، يعني مثلا اقول ضمائر واشياء كده، انا مو قصدي فيها شيء، يعني فهمتوا اللي بتطلع معايا من كتر ما انا مثلا ايش مره متحمسه وانا بهرج برا، ياخذوها مره بجديه، في النهايه برضو ما يثبت شيء، ولكن دي تعتبر نقطه حمراء. فعشان ما في دليل على ميريت سابو يمشي، نيجي للمشتبه بها الثالث، او النظريه الثالثه. النظرية الثالثة وهو الشريك الثاني لجوزيف. في الواقع الشريك الثاني اسمه دان، يعتبر واحد من أقدم الناس في الشركة، أو هو اللي ساعد أصلا في بداية الشركة. هذا يسموه The Website Guy. المهم إنه هو المسؤول عن الـ IT وما إلى آخره، والكمبيوتر والويب سايت حقهم او الموقع حقهم، ماسك اشياء مره كثير، والتسويق وما الى ذلك. فهذا الولد برضو تم الاشتباه به، لانه بعد اختفاء العيله بسنه، في مشروع او في حاجه في الشركه باعها، فالعيله استغربت انه دحين انت هذا همك، بس ممكن هو عشان والله خلاص شاف مثلا ما منها فايده، فقال خلاص خليني ابيع الشغل، فهو عشان كده تم الاشتباه فيه. لكن دان في وقت اختفاء العيلة دي كان في هاواي، فدان يعتبر مستبعد، بس بالنسبة للشرطة لا، لأنه شخص شاطر في الكمبيوتر الـ IT، بطريقة ما حيقدر يبين أنه هو في مكان، وهو في الأصل في كاليفورنيا. بعد هذا كله ما في أي مشتبه بهم تانين، غير أنه ممكن العيلة فعلا راحت في رحلة وصار لها شيء في الطريق فجأة. فأنا هذا آخر شيء أعرفه عن قصة العيلة دي. لما جيت أبحث شنو أسوي الفيديو، طلع لا، في أبديت. سائق دراجة كان قاعد يمشي في صحراء أو في طريق صحراء موهافي، ووقف على شيء شافه في أحد الجنبين، واتصل على 911، والشيء اللي شافه جمجمة. الشرطة جري راحت للمكان، فعلا طلعت الجمجمة وباقي الجسم لطفل. الصحراء مرة كبيرة، بس هم حاولوا يحفروا في مكان قريب من الجمجمة، ولقوا فعلا في قبرين عميقين جدا، جوزيف الأب وابنه جياني ملفوفين بغطاء مفقود من البيت، والاثنين في قبر واحد. القبر الثاني كانت سمر لحالها، ملابس سمر جزء منها كان ملفوف جنب راسها، وكانت بس لابسة حمالة الصدر. وفي القبر حق سمر كان في مطرقة، المطرقة الثقيلة دي تم ضربهم كذا مرة على الرأس، وواضح الشيء ده من الجمجمة. بالنسبة لجوزيف الأب، كان في حوالين رقبته سلك حق كهرباء، وأحد المصادر ذكر إنه رجله كانت مكسورة، أكتر شيء جاب القهر الطفلين. ليش؟ 7 نوفمبر عام 2014 فجأة الشرطة ألقت القبض على ميريت.
يقال عندهم معلومات مهمة ما تم الإفصاح عنها كلها، بس قدروا يجمعوا إنه ميريت هو اللي سواها. شوفوا عشان أختصر عليكم كلام مرة كتير، الشرطة حطت في بالها سيناريو من الأشياء اللي جمعتها عن اللي صار. شفتوا يوم 4 اللي قلت لكم بداية القصة لما سمر كانت بتكلم أختها الصباح وجوزيف كان رايح عشان يقابل ميريت؟ قبلها بيومين الواضح إنه ميريت عمل مشكلة أو طلب سلفة أو في حاجة سواها غلط في الشركة، وهذا الشيء عصب جدا جوزيف. يوم ما اتقابلوا يوم 4، طبعا قلت لكم في البداية كانوا مبسوطين وبياكلوا بيتغدوا بيتكلموا عن مشاكل الشغل وعن الصفقة الجديدة. هذا الكلام اللي قلت لكم هو كله كان كلام ميريت، بس الشيء اللي الشرطة متأكدة منه انه اتقابلوا عشان جوزيف يقول لميريت ترى انا قفشتك انك انت بتسرق من الشركة، لانه لقوا ادلة انه فعلا ميريت ساحب فلوس على حساب الشركة ومبالغ وشيكات، شيء ب20,000 شيء ب16,000 عشان القمار اللي يلعبه وبيخسر وبيصير عليه ديون فيقوم يسحب من فلوس الشركة. جوزيف ما عجبه الوضع ده، فعشان كده تجمع مع ميريت وقال له انه ترى اسمع انا قفشتك، يا ترجع الفلوس يا اني انا حكلم الشرطة. من السبعينات الين عام 2001 ميريت كان عليه كومة قضايا، كل الجرائم اللي سواها كانت كلها سرقة واختلاس من رجال اعمال ومبالغ كبيرة، وكل ده بسبب القمار. ما كان عنده أشياء تانية، كان هذا بس اللي مذكور، إنه كلها سرقة واحتيال ونصب، وانسجن فترة طويلة في السجن، وبعد ما طلع في 2001 صار تحت المراقبة لمدة 10 سنين. فنقدر نقول إنه عشان كده الشرطة لما جت حققت مع ميريت كان ميريت يعتبر المشتبه به الأول بالنسبة لهم، لكن الشيء اللي بعد الشكوك إنه ميريت كان يعتبر لسه تحت المراقبة، يعني كان تقريبا لسه ما خلص، قرب يخلص أوكي بس إنه ما خلص. فحسب كلام الدفاع طيب في المحكمة بيقول إنه لما اتقابلتوا ذاك اليوم في يوم 4 كنتوا بتتضاربوا على هذا الموضوع. جوزيف هدد ميريت إنه أسمع ترى أنا حرقول للشرطة وأنت عارف إيش يعني أقول للشرطة، أنت تحت المراقبة. ميريت ما عجب الموضوع ده. لما خلصوا الأكل الاثنين كل واحد المفروض إنه هو يروح بيته. كذا مرة قلت لكم في القناة عن البينج إنه الجوال يتم رصده أو يعطي شبكة أو يلقط شبكة. جوال ميريت حوالي الساعة 7 يوم 4 تم رصد جواله قريب من بيت عائلة مكس. فاكرين لما قلت لكم عن كاميرا الجيران ملقطت سيارة العيلة وهي بتصف بس تحت الجزء السفلي منها؟ اللي فهموه انه هذه السيارة ما كانت سيارة العيلة بل كانت سيارة ميريت. في المحكمة عملوا زي تصوير 3D عشان يجيبوا نوع السيارة من جزءها السفلي، وطلعت مو سيارة العيلة، سيارة ميريت. ففي ده الوقت ميريت وصل البيت. ميريت دخل البيت زي ما دائما بيدخل، كانوا الولدين الصغار بياكلوا بوب كورن وقاعدين فوق الكنبة وبتفرجوا. سمر كانت قريبة منهم وقاعدة بتلون. اللي يثبت الشيء ده انه في بقع من الالوان اللي تستخدمها سمر كانت على الحمالة اللي كانت لابستها في جثتها. شاف الأشياء حقت البويا والدهان والأشياء دي، ولقى المطرقة اللي كلمتكم عنها، لأن المطرقة كانت حقت عائلة مكستي. أخذ المطرقة وطلع فوق عند غرفة جوزيف. طبعا حتقولي لي إيش ما شافت سمر ولا شيء، ممكن تكون معطية ظهرها، ممكن ما هي منتبهة، يعني ما حيجي في بالها أكيد. يقال إنه أخذ المطرقة ودخل عند صاحبه عشان يتكلم معه، وبطريقة ما كسر ساق جوزيف عشان جوزيف ما يقدر انه يعتدي عليه أو ينزل يساعد العيلة. والسلك اللي كان حوالين رقبة جوزيف هذا كان استخدمه عشان يخنق جوزيف ويقتله. موضوع انه كيف كسر رجله وما صرخ وسمر ما سمعت ولا أحد سمع ما تم ذكرها برضو زي ما قلت لكم، بس هو إيش الشيء اللي بدأ الأول ما نعرف، بس هذا اللي صار فوق. بعد كده ما نعرف إيش اللي صار، بس أتوقع كان أصعب كابوس لسمر وعيالها. في اللي قال أكيد نادى سمر وقدر إنه هو يعتدي عليها، والباقي ما أبغى أتخيله. بعد كده أخذ السيارة وراح بعيد، وبعدها بكم يوم دفن جثث الأربعة في المكان اللي لقوهم فيه. وللأسف في واحد من الأبراج حقت الاتصالات لقط إشارة لجوال ميريت في المكان القريب اللي لقوهم فيه. المكان ذاك مو مكان مزدحم، يعني مكان ما يجي له ناس كثير، يعني اوكي في ناس تمر بس مو مزدحم، فما حيكون صعب عليه ابدا انه هو يدفنهم ممكن في الليل. غير كده المكان اللي لقوهم فيه مكان قريب
لبيت أهل ميريت. فين حط الجثث لمدة كم يوم؟ هل كانوا في سيارتهم، في سيارته هو، كانوا في البيت بعدين جاء شالهم، فشكله أخذهم في نفس اليوم اللي قتلهم فيه، بعدها بكم يوم دفنهم. بعد كده كان عنده الوقت الكافي أنه يجي البيت ويخفي أي أثار قبل اللي يقول لعيلة جوزيف أنه وين جوزيف؟ القاتل بالعادة يا جماعة يحاول يخفي أثره هو، فهو أكيد أنه ما حينظف المطبخ ولا حينظف مدريش، هو أكيد حيتخلص من أي أثر يدينه أو يبين أنه العيلة هذه تم قتلها. لا تنسوا أنه كان في ريحة بويا، اوكي ما نقدر نقول انه ريحة البويا دي لها علاقة فيه، لانه نعرف ان العيلة كانت اصلا قاعدة بتغير الديزاين حق البيت، فممكن هم من اول كانوا دهنين، لكن مو مستبعد انه يكون هو دهن البيت عشان يتخلص من اي اثار دم، لانه في صورة عرضت في المحكمة واضح كأنه نقط دم، بس انت ممكن ما تاخد بالك منها، انه ممكن تقول هذه جزء من الديكور أو جزء من الخشب. ممكن يجي في بالكم طب ليه ما رجعوا البيت يشوفوه؟ لا تنسوا البيت الحين انباع لناس تانية وتغير بالكامل تصميم وكل شيء، فأي دليل حيكون فيه أكيد راح. تفتكروا لما قلت إنه جوزيف اتصل على ميريت وميريت ما رد عليه عشان كان مع الجيرفريند؟ الاتصال هذا سواه ميريت من البيت بعد ما قتل العيلة، وسواه عشان يبين إنه جوزيف كان عايش في ذا الوقت. بعد الكلام ده كله تم فحص سيارة العيلة ولقوا الدي ان اي حق ميريت موجود في سيارة العيلة. ميريت قال طبعا انكر انه هو سوى ده كله، وقال انا ما عمري سكت السيارة حقتهم ولا عمري، والدي ان اي وبصماته موجودة على الدركسون وعلى المكيف اللي جنب الدركسون وعلى الراديو وعلى الجير، اسمه الجير صح؟ فواضح ان انت اللي كنت بتسوق. في 6 جانيوري عام 2019 بدأت محاكمة ميريت، وكل اللي قلت لكم هو ده قبل شوية كان في ده اليوم اللي هو 6 جانيوري 2019. يوم 21 جانيوري عام 2020 تم الحكم على ميريت بالمؤبد والإعدام بالحقن. أنا بصراحة ما أفهم في أمور المحاكم وكده، فما فهمت كيف يعني مؤبد بعدين حينعدم. المهم كل شوية بتتأجل الجلسة، وميريت قاعد يقول أنا ما سويت شيء، وده السبب اللي خلاني أذكر في البداية إنه القضية دي 95% منها محلول، إنه صدر الحكم وكل شيء بس ما تم تنفيذ ولا حاجة، ولسه الموضوع يعتبر شغالين عليه، فممكن نسمع أي شيء اليومين دي. وفي ناس بتقول ممكن ميريت سواها بمساعدة دان، إنه دان ساعده في بعض الأمور، بس ما في أي دليل إنه دان له علاقة، ما في إلا ميريت الوحيد، لأنه ميريت عنده سجل من المشاكل. والشيء اللي يدين ميريت أكتر يا جماعة إنه في الوقت اللي ماتت فيه العيلة أو في نفس اليوم اللي ماتت فيه العيلة كان في سجلات في الشركة على إنه تم أخذ سلفة من الشركة لميريت، وميريت لسبب ما مسح كل السجلات هذه، بس الشرطة قدرت انها تسترجعها وتعرف انه هو سوى الشيء ده. ففي اشياء عملها توضح كل حاجة صارت او الدوافع، حتى بصرف النظر عن انه الجريمة بكبرها مأساة وبكبرها ما في احد له اي احقية ياخد حياة احد، لانه الروح مو ملك احد الا ربنا، لكن الاطفال. بالنسبة للمقطع الماضي، البنت اللي في الطيارة، بعد ما نزلت الفيديو بدأت تظهر فيديوهات كتير عن تصوير البنت في الطيارة لكذا زاوية. طبعا مو قصدي ان انا نزلت اوف الناس نزلت بعد الفيديو حقي، لا، يعني قصدي انه بدأت تنتشر فيديوهات اكتر للبنت وهي في الطيارة، ومو معروف هي قاعدة تتكلم عن مين، هل تتكلم عن شخص ولا بتتكلم مع المضيفة. كمان شفت الفيديو اللي فيه شخص طلع قال أنا اللي كانت بتتكلم معايا وسوت وعملت ورسلتوا لي إياه في كل مكان. البنت نفسها فين؟ الآن ما نعرف هي فين وما تكلمت. وفي واحدة كمان طلعت تعرف البنت دي، ما حد مصدقها، حتى الأجانب ولا أحد مصدقها. قدرت أنبش وتقريبا طلعت حساب البنت أتوقع اسمها تيفاني غوميز، واللي قدرت ألقطه إن هي عندها حسابين، حساب حق رموش وحسابها الخاص. حسابها الخاص اللي لقيته مفروض انه هي، ما متأكدة من هي 100% ولا لا، بس حساب الانستا والتيك توك الاثنين برايفت. انا ماني قاعدة انشره، بس اريد حتى الاجانب
قاعدوا يمنشنوها في كل مكان ولقوا هم الحساب حقها، فما أعرف هل هذه هي نفسها ولا ممكن ما تطلع هي والبنت يجيها كلام، لكن ما زالت ما طلعت وقالت أنا هي اللي شفتوها، أنا اللي عملت، أنا اللي شفت. والحاجة الأخيرة، شفتوا لما قلت إنه في من ضمن الأجندة حقت النظام العالمي الجديد إنه يبدأوا يطلعوا الكائنات الفضائية على إنها من جد وإنه كلها هولوغرام وسي جي آي وكذا؟ أنا شفت هذه المعلومة بالصدفة في مكان فضح كل شيء، ولاني ما اقدر اقول باقي الاشياء كلها باريحيه، بس هذا اكثر شيء مسكته، لانه مكتوب انه بعد جائحه كورونا هذا اللي حيصير. وسبحان الله نزلت الفيديو من هنا، فجاه يطلع الكونغرس ويقولوا عن الكائنات الفضائيه، وفجاه الناس تبدا تصور اشياء غريبه في السماء. ما اخبي عنكم، عندي قشعريره من الصدف اللي صارت، بس الحمد لله اني ذكرت الموضوع، ولهذا السبب في كوكتيلات كثير جايه في المستقبل زي ما اتفقنا. إحنا نقرأ نرمي ورانا، أوكي؟ وأشوفكم في فيديو جديد. See you guys later. Bye bye.